مش ده اللي جايبك لغايه هنا؟ لو الحل رصاصه في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. هلا انت مش جايه تاخدي بطارق؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل له اديني اماره عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوبايه ميه عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافيه. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواقي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفه ان طارق عند النوح قال؟ لسه سامع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومه ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو الثمن كان ابنه. هو انت جايه تبرئي غريب ولا جايه تورطي النوح؟ الاثنين يا فندينا. براءه غريب وطاره دين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سيره. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حته دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها نفضلها ولا كانها حشره حشره. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفاتحه على اللي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ امين. انت اتجننت يا رمانه، الشيطان لعب معاك الدنيئه ورماك في التهلكه. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانه؟ ايوه انا، ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه، عايزني اعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا على نافوخي بقى. لا 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 لا، انت ليه يمكن تكوني رمانه اللي انا اعرفها؟ انت لازم يتعمل لك زار وتترقي، انت اكيد ملبوسه. يا اخي ولا ملبوسه ولا مكبوسه، حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانه، الامانه المهنيه بتحتم عليا ان انا اوريكي. عشان بس تعرفي اللي بترفسي عشانه النعمه بيعمل من وراكي ايه. وانت بتديهولي ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رايك؟ تحسي ان افندينا مزاجه عالي العال، عناب، لو البيت تبوسي ايه؟ مظبطاه على التراك اخر حلاوه. طبعا، البركه فيك، ما هي تربيه ايديك. وانت ما تمرش فيك التربيه ليه؟ اثر في يومك اللي مش فايت ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانه، انا عايزك تنتبه لقمه عيشك. عشان ما تخسريش كل حاجة، فهماني ولا إيه؟ أنت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، أنا بس جاي أنورك عشان اللي بينا عيش وبغاشة، وما ينكرش البغاشة غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقولك إيه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لأ؟ أنا بعتلك الفيديو ده واتس أوب عشان لما تفوقي من الغيبوبة اللي أنت فيها تبقي أوب. سلام يا نجمة. مرسي. شكرا يا أيمن. واضح إنك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ آه. دي ذكريات بقى. زمان أيام ما كان فيه مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ أنهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. الله، ده أنت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟
انت شاغله روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبت مني اني ما اكدبش عليكي، وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم أن نعمله قبل ما نتجوز. جوز اتفضلي اتفضلي. واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي، انا اتولدت هنا واتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حياتي؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قول لي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امر يا معلم. اركب العربيه تعالى اركب. ماشي. خميس ده يا ستي التوك توك. قصدك اليلو كاب؟ يعني حاجه زي كده. ايه اللي انت قلتيه الاختراع اللي انت قلتيه؟ يا زوز يا زوز تعال. انت فوقنا وجري. عايزة حاجة؟ أصل أفندينا موصلين نعمل لك كل اللي أنت عايزاه. أنا مش عاوزة حاجة، أنا عاوز أعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفة أنا معرفهاش. ضيفة؟ طب بالإذن لأفندينا يستوعبني ولا حاجة. بالحضن يا ريحة الغاليين. إزيك يا طن؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خيره كلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازاي؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. ألف سلامة عليك. دي بقى يا ستي ميس فريده بنت الراجل الكبير الباشا الاصلي. دور يا حاجه. يا لهوي يما ما انا قاعده في حالي اهو. حالك ده ايه يا بنت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك معيره كده ليه ولو يا جوزك؟ مفيش حاجه، زهقانه، قرفانه، اي حاجه. لا، الحكايه مش حكايه قرف ولا حكايه زهق. كل من بصيتك في البلكونه اللي هتجيب اجلك. اديني سايباها لك، وسايبه لك الاوضه كلها. استني عندك هنا. انا عايز افهم في ايه؟ ايه الحكايه؟ ولا انت فاكره نفسك انك كبرتي عليا خلاص؟ انت عايزه ايه مني دلوقتي؟ عايزه اعرف ايه في مخك؟ يوه يا بنتي يا ضنايا ما تزرزريش عليا قوي كده. قولي كيف فوتني يا حبيبتي. اقعدي يا ضنايا.